بودنج الاناناس الحلو جدا، عباره عن اناناس، كومبوت الاناناس، بودره كريم كراميل، وكمان عندنا جبنه مربعات فيها نسبه قشطه، عندنا قشطه، عندنا حليب مكثف محلى، عندنا بسكوت اي نوع بسكوت شاي عندنا، وكيوي. خلاص طيب اول حاجه هنعملها ايه هنا كده، خلاص نجيب كده الخلاط ونحط ايه، هنحط الاناناس اول حاجة اهو، بس نراعي الكمية عشان ايه، هنحط معاها شوية العصير دي كده، هحط حبة بسكوت، واحد اتنين ممكن تلاتة اربعة، عشان بس عايزة افرد الاول واشوف ممكن احط كام بسكوت كده، نفرده كده زي ما انتوا شايفين. كده وكده خلاص. ماشي، نحط بودرة الكريم كراميل، الجبنة، شوية كل ده في الخلاط، القشطة، حليب المكثف المحلى، هضرب اشوف كده محتاج البواقي ده ولا خلاص كده كفايه. الريحة فظيعة، يعني مهما قلت لكم ريحة حلوة ازاي، ريحة حلوة قوي قوي قوي. الله. طيب بصوا بقى هنعمل ايه، البودنج ده عبارة عن اناناس، بسكوت، حليب مكثف محلى، وكمان قشطة، وعندنا كمان بودرة كريم كراميل. خلاص هنحط بقى كده زي ما انتم شايفين الجمال ده والحلاوة دي اهي. ويا ريت احطها في التلاجة ليلة كاملة، كل ما نحطها وقت اطول كل ما هتدينا نتيجة احلى بكتير. تعالوا بقى نشوف البودنج اللي عملناه اهو، البودنج بصوا جامد شوية ازاي اهو، شفتوا الدنيا كمان هنا ساقعة فيجمد بسهولة. هنحط الاناناس كده بالطريقة دي، نزوقه بالطريقة اللي تعجبنا، كيوي، فصوا الكيوي وخضاره، كيوي بيدي للبودنج الاناناس طعم فظيع،